تقول السائلة: أتممت العمرة وأنا مرتدية النقاب وسأسافر بعد يومين، فهل العمرة باطلة وهل أعيدها؟ العمرة صحيحة ليست باطلة، ولبس النقاب هذا محظور من محظورات الإحرام إذا كنت لم تتعمدي فلا شيء عليك، وإن كنت متعمدة أو عالمة أنه لا يجوز فعليك الفدية، وهي أحد ثلاثة أمور على التخير: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع في مكة، أو ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء في مكة. نعم.